رجعكم مازلنا مواصلين معكم في الشارع التونسي في بالقانون فيش يتمثل سقوط الدعوة شنو هي الجوانب نتاعه قانونية. معنا الأستاذ صفوان بن رضا الشامخ. مرحبا يا أستاذ. مرحبا بك صديقي ومرحبا بك كافة مستمعين. يعيشك بارك الله فيك. دونك اليوم باش نحكيو على سقوط الدعوة فيش يتمثل بالضبط والجوانب نتاعه قانونيا. هي سقوط الدعوة لهنا نحكيو على زوز أنواع من الدعوة ساعة باش نجمو نفهموا بالضبط نطاق تطبيق النص هذا ونطاق تطبيق الموضوع وشنو يدخل بالضبط في الموضوع. لهنا عندنا زوز أنواع من الدعاوى، هي الدعاوى المدنية والدعاوى العمومية. الدعوى المدنية هي المسائل المدنية العادية نتاع شخص يسال فلوس، شخص عنده ديون إلى غير ذلك. شنية بالضبط الأجال اللي يجب عليه احترامها حتى يكون ويحفظ حقه في تتبع الحقوق نتاعه. في خصوص الجانب المدني على الأقل هو الأصل فصل 402 من جلد مات العقود يعتبر أنه أجال التتبع على الأقل التتبع المدني والقيام بالدعوى المدنية هو أجال 15 سنة. للدائن الشخص اللي يسال فلوس هذين يسموه بالقانون الدائن له الحق في القيام وتتبع مدينية في أجل 15 سنة تاريخ اكتساب هذا الحق، لكن إذا كان يدخل في بعض الصور الخاصة ينجم الأجل يتراجع، لكن ينجم يكون في 6 شهور مثلا في أجل الشفعة. في مسائل أخرى ثم نصوص خاصة، هناك نصوص خاصة تنظم الأجل وتختصر الأجل من 15 سنة إلى 6 أشهر إلى سنة إلى سنتين إلى 3 سنوات. أنت والوضعية مثلا في الشيكات تبقى في أجل 3 سنوات، في الكمبيالة 5 سنوات في لغير ذلك. معناها نصوص خاصة تنظم كل حالة على حدة، لكن المبدأ العام هو 15 سنة. هذا في الجانب المدني. في الجانب الجزائي عندنا زوج أنواع من الـ الأجل، أجل سقوط الدعوة العمومية وسقوط العقاب. في سقوط الدعوة العمومية عندنا الفصل 5 مجلة الإجراءات الجزائية ينظم المسألة هذه ويعطيك أجل لسقوط الدعوة العمومية في المخالفات. المخالفات تسقط بمرور سنة من تاريخ ارتكابها، الجنحة بمرور 3 سنوات من تاريخ ارتكابها، والجناية بمرور 10 سنوات عفوا من تاريخ ارتكابها. هذا في خصوص إثارة الدعوة العمومية من قبل النيابة العمومية. بينما في سقوط العقوبة يختلف الأمر لهنا، لأنه العقوبة يكون القاضي أخدم خدمته والمحامي أخدم خدمته، وهناك حكم قاضي بالإدانة في حق الشخص الذي تمت إدانته. ولهنا يتم ترفيع الأجل في الجنايات 20 سنة كاملة من تاريخ إما القضاء الحكم أو صدوره دون أن يكون قد قضى، في الجنحة 5 أعوام كاملة، وفي المخالفات عامين كاملين. لهنا الموضوع عنده أهمية باعتباره أنه بعد انقضاء مدة السقوط هذه كاملة يمكن للشخص الذي حكم ضده بالإدانة في خصوص على الأقل السقوط العقاب أنه ينتفع بشهادة في سقوط العقاب مر الزمن ويعاود يعيش حياته كأن لم يكن ويسترد حقوقه كاملة كالكوشوا، معناها في بطاقة السوابق وإلا حتى في خصوص عملية الصراح متاعه، وأنه يعيش حياته عادي في البلاد كأنه ما صدرش ضده حتى حكم قاضي بالإدانة وبالسجن. دونك هذوما أهم الجوانب. حاب نسألك لهنا يمكن سؤال آخر، يمكن توا تساؤل حتى من عند مستمع يقول لك كيف يتم سحب الشكوى؟ سحب الشكوى معناها قدم شكاية ومن بعد تراجع. أي هذا هو نفس الإجراء، قدمت شكاية، قدم شكاية أخرى في الرجوع في الشكاية. نفس الإجراء، معناتها مشيت للبيرو دوردر نتاع المحكمة، صبيت في البيرو دوردر نتاع النيابة العمومية الشكاية، تعاود تصب في نفس المكان اللي سحبها. مكتوب آخر في الرجوع في الشكاية، معناها ما فيش مسألة معقدة. واضح. دونك هذا هو. يعطيك صحة، بارك الله فيك أستاذ صفوان بن رضا الشامخ على كل هذه التفاصيل. احنا مازلنا مواصلين معكم في الشارع التونسي. قديش تم تحديد الساعة المرجعي لأضاحي العيد؟ هل عنا العدد الكافي لتلبية الطلبات هذه من الأضاحي؟ إن شاء الله باش يكون معنا شوي آخر ضيفنا بالهاتف سي يحيى مسعود مكلف بالإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة والصيد البحري. راجعين معكم في الشارع التونسي.